لا يزال الشعب المغربي تحت تأثير الصدمة الكبيرة التي عاشها بعد الزلزال المدمر، لكن الصدمة لم تمنع من انطلاق المبادرات من نجوم المغرب لمساندة الأهالي المتضررين وتأمين بعض المساعدات الضرورية. سعد المجرد من النجوم الذين يسعون لدعم الحملات والمبادرات التي تسعى لتأمين بعض المتطلبات الأساسية للمنكوبين، وشارك قبل قليل بوستر إحدى الحملات التي تقوم بجمع التبرعات وعلق عليها صلوا من أجل المغرب. بسمة بوسيل أيضا حاولت ستوري إنستغرام لمشاركة بعض الحملات والمبادرات الهادفة لجمع التبرعات، ووضعت أرقام التواصل مع بعض الأشخاص الذين يجمعون التبرعات من الخارج، وشاركت فيديوهات من حملات المغتربين في الخارج لجمع المعونات. دنيا بطمة أعلنت أنها كجميع المواطنين المغاربة وهي على استعداد للتبرع والمساهمة بالدم والمال، وفي انتظار فتح حساب وطني مخصص لجمع التبرعات لصالح الضحايا والمتضررين. ابتسام بطمة أيضا شاركت فيديو على إنستغرام دعت من خلاله الجميع حتى يكونوا يدا واحدة في هذه الكارثة، وكتبت: نكونوا يد واحدة، الناس محتاجين لينا، الله يرحم اللي ماتوا والله يحفظ بلادنا. هذا نداء للمؤثرين والفنانين. أشرف حكيمي دعا إلى مساندة الضحايا والتبرع بالدم، كنعيشوا أوقات صعيبة وتفكيرنا كله مع المصابين وعائلة الضحايا، نتعاونوا ونساهموا جميع في إنقاذ الجرحى بالتبرع بالدم. الشاب خالد ساهم في نشر بوستر خاص في حملة تبرع لضحايا الزلزال من خلال ستوري إنستغرام. مع العلم أن الزلزال الذي ضرب المغرب بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر وأدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا والإصابات، ووصف بالزلزال الأقوى الذي هز البلاد منذ أكثر من 100 عام.